العلاقات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من عرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر ضمن ختام تمهيدي المرموم. اليوم يوم السوع، يوم سن اللقاية. ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث يضم نخبة من اللقاية الجعادين المحليات العصايل لأبناء القبائل. مسافتنا 4 كيلومتر. ها هي الانطلاقة مباشرة، نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط. أرى اللي في المركز الأول الآن شعار محمود بن حبيب بن محمد بن رضا متصدر غايمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مشتاق للسيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي اللي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث من الجانب الثاني يبي يتسلل في هذه اللحظات ويندفع إلى المركز الثالث. أرى شاهين للسيد سعيد بن حمد بن علي المري على المركز الثالث. وفي المركز الرابع ناخذ اللي في المركز الرابع، وفي المركز الرابع في هذه اللحظات الجوكر للسيد علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي اللي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس ناخذ اللي في المركز الخامس، وفي المركز الخامس في هذه اللحظات أرى اللي في المركز الخامس الخمري للسيد عتيج بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري اللي في المركز الخامس. وفي المركز السادس أرى حجام للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي اللي في المركز السابع. وفي المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات، المركز الثامن مزعل للسيد محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه الاجتبي، والسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري مغادر في المركز التاسع. وفي المركز العاشر، المركز العاشر أرى شعار بالعضيلي على ظهر البيرق، البيرق للسيد مظفر بن محمد بالعضيلي العامري اللي في المركز العاشر. هذه النتيجة. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الصراع على الساعة، ساعة هذا الشوط مع اللقاية الجعادين المحليات العصايل يتنافسن على أرضية ميدان المرموم. يا سلام، مشتاق وهو مشتاق للفوز، مشتاق للناموس في هذا الشوط في ختام تمهيدي المرموم للسيد محمد بن ناصر عوضي بن يحيى المنهالي. وقادم دكتور الأصايل على ظهر الجوكر، الجوكر يتسلل من الجانب الثاني إلى المركز الثاني للسيد علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي. وصل في المركز الثالث مزعل مزعل للسيد محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. يا سلام يا سلام على الثلاثة يتنافسن على مقدمة هذا الشوط. المركز الرابع، المركز الرابع شاهين للسيد سعيد بن حمد بن علي المري. وفي المركز الخامس هجام في المركز الخامس للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز السادس أرى اللي في المركز السادس شاهين للسيد مبارك بن علي بن محمد المزروعي. وفي المركز السابع، المركز السابع اللي في المركز السابع رعد اللي في المركز السابع للسيد محمد بن خميس بن هندي المهيري. وفي المركز الثامن، المركز الثامن ملبي للسيد حمدان بن سالم بالكور المزروعي. وفي المركز التاسع البيرق وصل للسيد مظفر بن محمد بالعضيلي العامري. وفي المركز العاشر شعار بالحزمي قادم ايضا على ظهر مياس للسيد محمد بالحزمي بن قناص العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع الى مقدمة هذا الشوط. ارى مزعل بدا يزعل الجميع ويرضي مالكه وصوه مضمره. يا سلام، ويرضي جماهيره على مقدمة هذا الشوط، يرقص وهو منفرد بمقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا مزعل على المقدمة، على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن احمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. بدا ينفرد، بدا يغادر بمقدمة هذا الشوط وهو الاقرب للساعة،
الساعة تلمع عند خط النهاية، تنتظر تنتظر الفائز بمقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز. يا سلام يا سلام يا مزعل 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 في المقدمة، لكن الغدوم قوي، الغدوم من رعد، رعد قادم بقوة للسيد محمد بن خميس بن الهندي. المهيري يسحب الساعة، يسحب المركز الأول في اللحظات الأخيرة. يا سلام يا سلام يا بن الهندي على هذا الأداء، الأداء المتميز الذي قدمه رعد على أرضية هذا الميدان في هذا الختامي، ختامي تمهيدي المرموم. ونحن نغترم من المنصة الرئيسية، نغترم من خط النهاية. سلام سلام عليكم يا أهل الهباب، واسعد الله صباحك يا السيد محمد بن خميس بن الهندي. المهيري على فوز مزعل بالمركز الأول، المركز الثاني، المركز الثاني مزعل في المركز الثاني للسيد محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه الجتبي، المركز الثالث للسيد عيد بن عامر بن راشد المدهوشي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع الذي وصل في المركز الرابع مياس للسيد محمد بن حزمي بن قناص العامري، وفي المركز الخامس السيد مبارك بن علي بن محمد المزروعي. هذا التوقيت الزمني ساعة وصول رعد إلى خط النهاية بعدما انتزع الساعة وانتزع الفوزي وناموسي. هذا الشوط 6 دقائق 5 ثواني، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن خميس بن هندي المهيري على فوز رعد بالمركز الأول، مزعل في المركز الثاني ولا قصر، أيضا قدم عرض ما فيه الكفاية. 6 دقائق 6 ثواني، 2 جزء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي، وفي المركز الثالث صمصام وصل في المركز الثالث، 6 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد